السلام عليكم أعزائي وعزيزتي المشاهدات والمشاهدين والمشاركات والمشاركين في قناة فضاء زينة للطبخ والجمال. اليوم نقدم لكم بيتزا رائعة ناجحة لكل المبتدئات، ناجحة 100%، المقادير ديالها مضبوطة ورطبة، والمذاق روعة، بدون حليب، بدون بيض، وبدون ياغورت. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وبألف خير إن شاء الله، وينزل لنا الله العفو عما قريب. كنحتاجو في هاد البيتزا 3 الكيسان عنبة من فورس، 3 الملاعق من حليب بودرة كبار، 1 ملعقة سنيدة، 1 ملعقة من خميرة الخبز حبيبات كبيرة، 1 ملعقة صغيرة من الملح، 1 ملعقة صغيرة من الزعتر مسحوق مطحون، 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، وكأس عنبة فينو يعني دقيق القمح. كنجيب اناء كنحط فيه العناصر الخمسة، خميرة، ملح، سكر، زعتر، وحليب وبرة. حليب وبرة درنا فيه 3 ملاعق كبار. كنضيفو اليوم كاس ديال الماء عنبة دافي. في المجموع ديال الماء اللي كنحتاجو في هاد العجينة 1.5 كاس ديال الماء دافي عنبة، ما تفوتوش باش تكون العجينة ناجحة 100%. كنمزجو العناصر مع بعضياتنا. كنضيفو دابا 1 كاس ديال الماء ديال العنبة فقط، ونص كاس المتبقي كنضيفوه فيما بعد. كنمزجو العناصر و كنقومو بتغطية الإناء ديالنا ونحطو جانبا باش يختمر وتتفاعل الخميرة مع العناصر الأخرى لمدة 10 دقائق. كنحطو جانبا ومن بعد نرجعو ليه إن شاء الله. أعزائي وعزيزتي، بعد ما دازت 10 دقائق كنرجعو نحلو الإناء ديالنا. الخليط ديالنا تفاعل، كنضيفو زيت الزيتون، كنمزجو العناصر مع بعضياتها من جديد بواسطة 1 ملعقة، كنضيفو دقيق الفينو. هاد البيتزا كتجي رائعة، روعة. كنضيفو الدقيق الأبيض، كنمزجو العناصر مع بعضياتها، وكنضيفو 1/2 كاس ديال الماء الدافي اللي بقى لينا، وكنعجنو ومن بعد نتقيو ومن بعد كندمو العجينة. اختصارا للوقت، عجننا كنحصلو على عجينة رخوة رطبة، وهي كندهنوها بشوية ديال زيت الزيتون، غير شوية، كندهنو الوجه والأسفل ديالها، وكنحطوها في الإناء وكنغطيوها وكنخليوها لمدة 25 دقيقة تختمر وترتاح. كنخليهم بعد نرجع لكم باش نوريكم الطريقة اللي غنخدموها بها. أعزائي وعزيزاتي، قبل ما تختمر لينا العجين كنقوم بتحضير الصلصة ديال البيتزا الإيطالية.
كنحتاجو ثلاثة المطيشات منقين وبدون زريها، بصلة متوسطة، ثلاثة تروس ديال الثوم. أما التوابل كنحتاجو ورقة سيدنا موسى، ملعقة صغيرة من التحميرة وفول أحمر، ملعقة صغيرة من الكركم، إبزار، ملح، وملعقة صغيرة من الزعتر، جملة كبار من مطيشة الحب، وملعقة صغيرة من الحار. الصلصة الحارة ممكن لكم تضيفوا الفلفل الحار إلا بغيتو. كنقوم بطحن الطماطم والثوم والبصل، ومن بعد نرجع لكم. كنطحنوهم مع كاس ديال العنبة ونصف ديال الماء، كنصبو العناصر في كاسرونة، كنضيفو التوابل كاملة بدقة واحدة. كنضيف لهم ملعقة ديال زيت الزيتون. كنحطهم على النار على عافية متوسطة، وكنجيو نوجدو العجينة ديالنا من بعد ما اختمرات، ندلكوها شوية، نخرجو منها الهواء ونقسموها، نشكلوها على حسب الرغبة. خرجوا من الهواء وقسموها، يمكن لكم تشكلوهم صغيرين او كبار او متوسطين، الشكل اللي حبيتو. عجينة كتكون رطبة ورائعة، كتخرج بيتزا احسن من ديال المحلات. نرشو دقيق الفينو من فوق ومن تحت، ندلكوها بالمدلب ونبسطوها بمساعدة اليدين ديالنا. كنمد العجين بيدينا حتى كنحصلو على الحجم اللي بغينا حنايا، ثم كنثقبوها بفرشيط، كنحطوها على صفيحة وندخلوها الفرن لمدة 10 دقائق على نار متوسطة من تحت. هاي الصلصة ديالنا وجدت، هاي تقالت كما كتشوفوا. كنخليوها جانبا حتى تبرد، ثم نقدروا نستخدموها. انا صيبتها هنا بالزيت، الباقي نحتفظ فيه في قرعة ونحطها في الثلاجة. هاي البيتزا ديالنا خرجناها من بعد 10 دقائق على نار متوسطة غير من التحت. كنخرجوها وكنصبوا على الصلصة ديالنا، كنمدو الصلصة بواسطة ملعقة على كامل الوجه، هاي كما كتشوفو، ونرشوها بالفرماج احمر او الموتزاريلا. احسن حاجة انك ترشي
موتزاريلا فوق صلصة الطماطم باش الفرماج ما كيفقدش النكهة ديالو وما كيتحرقش الا درتيه من فوق. بعد ما وزعنا الفرماج ديالنا الموتزاريلا كناخدو طريفة دجاج مشحرين شوية او السمك. انا عندي ميلو ونسع الطريفات من ميلو على الوجه ديال البيتزا ديالنا حتى كنغطي الوجه كاملا. ومن بعد كنرشو بشوية ديال الزيت ديال ميلو من الوجه. كنرش الوجه ديال البيتزا بالزيت ديال ميلو اللي عندنا ما نكتروش. كناخذ الفلفل كنرميه في الزيت ديال ميلو. كنديروا الفلفل في الزيت ديال ميلو احسن حاجه و كنفرشوه على الوجه ديال البيتزا. كنزينو بشويه ديال العجين نديرو على شكل وريدات كندير فيها الزيت وكنغرزها في الوسط ديال البيتزا. كنرشوها بالزعتر والاخرى كنزينها بحبيبات ديال الذره الزيتون والفلفله. كندخلوها للفران كطيب من التحت تحمر شويه من الفوق. هاي البيتزا ديالنا. كنحصلوا على بيتزا رطبه بنينه ما نعاودش لكم على المذاق ديالها روعه ناجحه 100% لكل المبتدئات. اللي كتخاف من بيتزا ما تثقش على العجينه ديالها جرب هذه البيتزا وغتعتمدها في حياتها اليوميه. نقطعها لكم باش تشوفها كيفاش كتكون. ها هي كما كتشوفوا كتجي طيبه قاسخونه. ها هي كتشوفوا رطبه حتى من القناط ديالها اللي كيكونوا قاصحين. ها هي رطبه فيهم حتى لبتات كتبقى رطبه. ها هي طيبه من تحت اسفنجيه كما كتشوفوا. كنصحكم بعمل هذه البيتزا. شكرا على حسن المتابعه والمشاهده. اللي باقي مشتركش في القناه يشترك فيها ويضغط على الجرس. شكرا لكل المتابعين والمشاركين والمشاركات اللي كيدعموني في القناه. نلقاكم في فيديو اخر في وصفه اخرى. شكرا والى اللقاء.